أهلا وسهلا. واليوم وكل يوم عيد التحرير، كل يوم عيد هالحرية. من شو بدنا نتحرر؟ نعم، من الجهل، من الخوف، من هالاستعباد. ليش اختاروا اللون الأصفر حول العالم؟ مش بس عنا بلبنان، وانت بقلبنا وعراسنا، الأطفال بتحبك. بأمريكا بعتوا له فادر للسيد حسن نصر الله، الأولاد يعني بيشوفوه خوري أو بيشوفوا المعاني بكل الأواني. اليوم الحرية، إنك تتحرر من الماضي ومن المستقبل وتعيش هاللحظة بيقظة. هيدا التحرير. التحرير إنك تكون حر، مش مملوك، مش عبد. تكون عابد لنفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم أخي بالروح. وكلنا من هالطاقة الكونية بتسميها الله، بتسميها إلهية أزلية أبدية، 99 اسم وصفة، والمية فيك وفيي وما بتنقال. بس للأسف ما فهمنا شو هو التحرير. فكرنا انه التحرير نقتل، لا، التحرير انك تكون خيه والجار قبل الدار. التحرير هو هالاخلاق. كل الاولياء والانبياء والحكماء والعلماء والاولياء، ما حدا قتل، ما حدا حارب، كلهم كان عندهم الحب والرحمه والسلام والحكمه. نحن فهمناهم غلط. الإنسان عدو ما يجهل. الإسلام يا أخوتي هو الفطرة. ما قال أنا مسلم أتيت لأتمم مكارم الأخلاق، وهيك كل مسيح أتيت لأنك أنت مسيح. إيمانك شفاك، حرر من كل العبودية، من كل عبادة الأوثان وعبادة يكون في الوسيلة بينك وبين الله. صرنا نحن كوموديتي، سلعة. اليوم سلعة بإيد أمريكا، بإيد إسرائيل، بإيد خيك، بإيد مرتك، بإيد ابنك، بإيد الدكانجي، بإيد الدولار والدرهم والدينار والعقار. هيدا التحرير. ليش اختاروا اللون الأصفر بهالأيام؟ ليكوا هالزهرة تطلع بكل لبنان. هيك اليوم بيهدوها لبعضهم وتبقى ريحتها بكل البيوت. هي لون الباب. I am the gate. هيدا الكتاب. I am the gate. كيف فيك تكون مريد إلى مرشد؟ أنت بتسمي الباب شو ما بدك، بتسمي علي، بتسمي زردشت، بتسمي المسيح. أنت الباب هو هاللون الأصفر بالخمس حدود: أخضر، أحمر، أصفر. الورقة استسلمت ونزلت على الأرض، بس تستوي بتنطوي بترجع. بيجي اللون الأوف وايت، الأبيض يلي منه أبيض، هيك بياض الغيوم، بياض. وبيرجع بيجي الأزرق يلي هي السماء الزرقاء والماي الزرقاء. فإذن هالخمس حدود هن اللي بيحررونا من الحدود. ما في حدود بيني وبين جيراني. كلنا بلاد الشام واليمن، كل هالكرة الأرضية بيتنا. مطرح ما بتوقف الأرض وقف مقدسة. بس جهلة هيدا النجاسة. اليوم بدي أشوف كل شخص بتشوفه بتقول هيدا أنا، هيدا أنا، هيدا أنا، أنا أنا، نحن نحن. ولكن الكاتم عن الحق شيطان أخرس. ما فيني أسكت يا أخوتي. أنا لساني بلوي، مثل ما بحبك بسبك وجها لوجه. خلص ما عندي مساومة،
ما عندي قناع، ما عندي إذا بدي أتصور مع حدا لأنه لازم ابتسم، ما بتصور، بقول له صور اللي ما بيموت، شو بدك فيها المكانات تي تي تي. صرنا سلعة، هاي لعبة للصغار وللكبار، لعب فيها بس ما تخليها تستخدمك وتستعبدك. انت عابد لله اللي فيك، صرنا عبادة. كل آلة بتعملها ان كان امريكا او انت او انا او اي شر، هيدي حتى تستعبدك، من السيارة للطيارة للكمبيوتر للانترنت للكهرباء. ما بديهم، في لمبة بتطلع بالشمس وبالسماء وبالقمر، كله هيدا عم يستعملوه طاقة الشر لحتى الإنسان يصير سلعة لمين؟ درهم ودولار ودينار وعقار. فإذا التحرير هو ما تتحرر من الحرير ومن الحصير، يعني هو الحرير، تحرر من الجهل، اعقل وتوكل، هيدا الاستسلام، هيدا التحرير. ما معناته ما نشغل عقلنا. قال له وين الجمل؟ قال له كنت تعبان واتكلت على الله يربطه. قال له اعقل، بدون هالعلاقة بيني وبين هالالوهية ما عندي حرية. النقطة متصلة بالموجة والموجة بالمحيط، وانت الموجة وانت المحيط والمحيط انت، انت وامك واحد وامك وانت واحد، هالأبوة وهالأمومة فينا. فسم ما في فرق، مسلم مسيحي يهودي بودي كريشنا مريشنا، ما في. شفتوا اليوم في ناس كتير بإسرائيل بيقول انا رباي وإسرائيلي ومن جماعة باع الشمس، واليهود ما عندهم عدل وما عندهم رحمة. عم بيقول انتو بيرجموه، بيقولوا نحن اهل شر، ما رح نضاين، معنا سلاح وعم نقتل، هو اخوتنا، كلنا من الله، كلنا من سيدنا ابراهيم وادم وحواء. ليش ما منعيش السلام؟ اذا كلنا بدنا السلام وكلنا بدنا الحرية والاستقلال وهالخطابات والسياسيين، ليش ما في سلام؟ ليش هالدمار الشامل؟ بسبب هالجهل. أنا اللي بزقف له طيعطيني تنكة بنزين. نحن انتخبنا كل بني جهل يحكمونا بسببنا. فإذا أنا الحق علي والحق معي، إذا بشوف الحق علي بياخذ القرار. واليوم اخذت قرار وبشكرهم كلهم، اللي كذبوا واللي سرقوا واللي اتنافقوا معي، كلهم بسببهم اخذت قرار. ما عندي موقع بقى مريم نور، عم بيهتم بمريم نور محمد كيلاني. بدي ناس يكون عندهم عشق، انا عندي عشق للحق. شو ما بدكم سموه، Do what you love money will follow. إذا بتعمل اللي بتحبه بتعيش اللي بتحبه بتجي الصدقة. إذا كنت صادق الصدقات بتجي. ما بقدر إلكن مين عم بيترجاني تيقبل الملايين من المليارات، لأنه خلص ما بقى لها قيمة عنده. وإن كنت من سنة وسنتين ما قدرت تعمل محطة فيها علم وفيها أخلاق، هلأ شو بدك تكوني هون وهون وهون؟ مش عم بلاقي ناس يكونوا أصحاب أخلاق. قال أتيت لأتمم مكارم الأخلاق. بس تسرق تقلي سرعت، بس تكذب تطلع الكذب، بس قولوها. نحن بلبنان 5 مليون، ما منطلع 5 6، كيف بدي أعمل تلفزيون ونحن 5 6 أشخاص؟ كله وقف رح يكون، ما حدا بيتقاضى راتب ولا مرتبة، ما حدا عنده لقب. كون صادق وبتجي الصدقة. ما لقيت من وقت ما جيت، أول واحد عمل ويب أخذ 60,000 دولار، تاني واحد أقل وأقل وأقل، إجا هلأ أخذ واحد 5 إلى 7 إلى 8، تفضلوا وطعوا. ما في حدا، ما منشوف إلا الجيبة ومنصرفهم حد الجيب. وين ما كان بأمة العالم شرق وغرب،
في ناس صدقة فولنتيرز متطوعين خدمة للأبد، في منهم في منهم بيقولوا نحط وقت من قلبهم بيشتغلوا. محمد كيلاني قاعد على السط حطوا بيت الله بكفي موقع واحد، ليش مريم نورة بيت الله، كل الكتب الممنوعة موجودة، واللي أكتر من بيت الله يلي اسمه بيت الحياة Home of Life، افتحوا هالموقع شوفوا كم $100,000 مكلف وعربي ومسلمة. فإذا ما بقى نقول هيدا الإسلامي إرهابي وهيدا المسيحي، لا كلنا بالهوى سوا. فإذا بدنا إنسان يجرب يراقب أفكاره ويشوف أنا كذاب هون، أنا غلطان، أنا حرامي، وأنا نجس، وأنا بدي أسرق، أنا بدي ألطش، ما بقى فيكن حدا يمثل علي. انجرحت كتير وتعلمت كتير، علمني من ألمني، ما بدي حدا. قلت له اليوم كل الباسورد صار عنده لمحمد كيلاني وهو بيهتم، محمد ونهلة ومريم كم شخص، موقع واحد بتشوفه مرة، إذا شفتوني على هالتلفزيون بتفوتوا أوشو وبس، والباقي دارة وخاص ما بقرا غيره، لأنه أوركسترا بيحكي عن محمد بتكون حد محمد، تجي الحضرة بيحكي عن المسيح بيقول أنا مني موجود، ما في بالوجود إلا الوجود. فإذا نبقى نتطلع بالجسد في ساجد، والساجد بيموت بالواحد الأحد، ما في إلا كلنا بعد 100 سنة 110 سنين ما في حدا. كل هالمليارات والزليارات والبليارات، وأحلى التواصل اليوم كبسة زر الانترنت. مهضومة دا اللي عم بيسب حسني مبارك الأمريكاني على CNN، مهضومة. هل نحن بنعطيه كذا بليون دولارز بالسنة لأنه حمينا؟ شفتوا شي مرة طلع شي فرعون وتفرعن فينا حتى يحفينا من حمينا من الفراعنة عم ندفع، والناس عم تضحك. كذا بليون ومليار دولار أمريكا عطيته لحسني مبارك كل سنة، شو عملت فيه خي حسني؟ قال هلأ لازم يجي حسنية مباركة مرته رئيس الجمهورية، ما دوي بس مالك حرام راح لعند الحرام، عم نعمر مساجد وكنائس بمليارات الدولارات، وكم مسلم ومسيحي بأمة العرب جوعانين. إذا عندك رغيفين قبل ما تنام ممنوع تخلي رغيفين ببيتك، لازم يخدن حدا 3 أيام قعد بلا أكل الإمام علي وعائلته عطيون. فإذا كلنا غلطانين وكلنا مجرمين وكلنا عنا جهل وكلنا كذابين ومعاقين وما عنا حرية، عطيناها بعناها الحرية $100 تنكة بنزين، من حرقة قلبي دايما بذكركم كل أصحاب المحطات المنحطة بالأمة العربية شو عملتوا؟ كل أصحاب الملايين اللي فت على بيوتكم حكام أمة العرب وملوك وأمراء شو عملتوا؟ بعدكم عم ترضوا أمريكا وإسرائيل، تشتروا سلاح تنقتل بعضنا سني شيعي كاثوليكي بروتستانتي أرثوذكسي. ما حدا عمل كتاب بينقرا، كله بهرة ما بينقرا. تبعتوا لي بسم الله الرحمن الرحيم، إذا ما بعتوها لهيدا الله بدي يخنقكم والله بدي، هذا هو الإسلام، هي الإرهاب وجهل الجهلاء من تقصير العلماء. وراح أحكيها في كتاب لأول مرة أمريكا بتهز إنه ما تخلي يفوت عامة العرب، اسمه Power, Politics and Change. هالكتاب موجود يا أخوتي خلص، يعني هالقد أمريكا دي عن كلمة حمارة، كيف كنت تمنعه؟ موجود على مواقع كتيرة من مواقعنا، وموجود بتفوتوا على دبي وأبو ظبي مكتبة اسمها All Print، هيدي أول مكتبة فوتت أوشو علنا على أمة العرب. وخليل أبو الشوارب راح لهونيك وجاب هالكتب أول ما فاتوا بسيارته، وإجا بالسيارة والأول Print. خلاص هلأ موجودين كتب أوشو حول العالم، ما فيكن تمنعوهم. بس هيدي كلمة power
وبوليتكس وتشينج لحتى يسقطوا أوباما. نعم قال له لأوباما، قال له اقتل رئيس جمهورية كذب وبلا أخلاق ومنافق لأنه عندك سلاح بتقتل العالم. ومين قتله لأوشو؟ ريغن. لا قال له رفعت الإسلام وأذان بلال. لك هيدي حضرة، قال له موجود أذان بلال سيلاستيال ميوزك كل واحد بيسمعها بلغته. خلاص حطوا افتحوا باب العلم، ممنوع العلم. بخي العلم محدود وما فيك تمنعه، اللي منعتوه هو الحكمة. مشان هيك بنكتب عربي والعدد 1 2 3 سنسكريتي، حتى القرآن والإنجيل مكتوبين هيك. قلت له لواحد مهم بالدين الإسلامي يعني ليش ما قال بان ياخذ إذن؟ معك حق، إذا أنت المفتي بدك تاخذ إذن، أنت الأزهر والفاتيكان بدك تاخذوا إذن، عمين بتتكلوا؟ وقت اللي بتكتبوا اسمكم أبجد هوز أليف هيك، وقت اللي بتكتبوا 1 2 3 4 بتكبر الزوايا عندك، بصير عندك الحكمة. والحكمة بتخوف مليارين مسلم عندهم حكمة يا أخي، بس يصيروا كل العالم عنده حكمة، 1 بالمليون عنده حكمة. لبقى تخافوا من أصحاب الرحمة والعدل والحكمة، هودي بيكون قال لهم علي وأنا ديته. يا حبيبي بموت كرماله. وقت الإجا اللي قتلوا أبو ملجم قال لهم أهلا بقاتلي فزت ورب الكعبة. يا حبيب قلبي هيك منتقتل كل واحد بتقتله. الإمام عم يبكي، الإمام علي بكي وقت النملة قالت له بدي اتشك عليك عند الله تعزت لي. فإذا اللي عنده رحمة ما بيحمل سلاح. وقت اللي عمل معركة خيبر هيدي النور ظهر عليهم وسجدوا كلهم واعتذروا. بمعركة أحد غلطنا، وكل معركة قال لهم جبلهم يحبنا ونحبه. شو هالتهذيب وشو هالرحمة وشو هاللطف؟ ما he didn't blame anybody، ما في لوم، لأن كلنا غلطانين. كتاب واحد بكفيني، بس عندي طمع وجشع وهيك بدي كتب كتير. بشتري كتب بالألوف بوزعهم وبرجع بشتري. إذا طلعت من البيت بلا كتاب فوت على المكتب حدنا بياخد كتاب. هون بحب أطلب من رئيس البلدية بكل بلد يفتح مطرح، وأنا بالأشرفية بالعاصمة ببيروت يفتحوا مكتبة، نحن منحط الكتب الشعب، بس يأمن مركز ما في دخان ونحن نجي ونقرأ ونكتب كلنا سوا، بنتعاون بنساعد بعضنا بالعلم بالفهم بالتوحيد بالوعي بالإدراك. أي كلمة بتسميها هي باب، انت فت من هالباب من هالباب، بس كلنا وصلنا على القمة مش القمامة. اليوم الوضع يلي ببلدنا بلبنان وبكل وضع وبنوع خاص بالجنوب، شو هالنفايات؟ كيف تاكلون الأرض؟ بدها تنهز، بده يصير في أعاصير وزلازل وهزات. ما بقى بدنا سلاح اسمها جرافيتي، هالطاقة هالجاذبية. من نام ما منقوم. الإنجيل ذكرها والحبيب ذكرها وكل العلماء، إذا أنت على السطح ما فيك تنزل تشوفي ابنك وأمك وبيك تحت. خلاص اللهم عجل بالدمار الشامل. قالوا له وحجر الكعبة، قالوا نعم يحفروه. بس لوين رايحين كلنا؟ Where are we going؟ هلأ يجي الموت، لوين رايحين؟ ما في موت، فينا موت أو بالنار أو بالنور، ولك الخيار. في عدل إلهي أخوتي، ما فيني أقعد أنا حد الحبيب وحد المسيح إلا إذا أعمالي قد ما بقدر عم بعمل منيح، رحمته هو سعة كل شيء. بس بعرف إني عم بكذب وبكذب، لا ما بيرحمني. أنا عارف إني عم بكذب وعارف إني عم بسرق وعارف إني عم بلطش وعارف إني عم مرقع مريم، بركي بلطشها بركي بسرقها بركي بالنبأ. يا أخي خبرتني ادفع الدولار قبل المليون، وقدمت كل ما أملك
وبعيش باللحظة اللي أعطاني نفس اليوم بيعطيني بعد دقيقة خلاص. بس ما عم بلاقي إنسان تصوروا بلبنان، ما بلاقي حدا أهلا وسهلا فيك تعود عس عراسي إذا في واحد بيشتغل من قلبه. ليش محمد كيلاني بالأردن بده يعمل الموقع لمريم نور وما لقيت حدا بلبنان؟ إذا بدك تدفعي لي بعمل لك ديليت. ما بدي هيك. أنا ولا مرة فت على أي وسيلة إعلام وسألتهم شو بدكم تدفعوا. أول ما جيت لهون وطلعت على نيو تي في كان خليل أبو الشوارب هو الابن الروحي والخي الروحي لصاحب المحطة، وهو بعده صاحب المحطة. طلعت معه وكانت منا صدفة إنه أنا جيت أنا وبنت الملك من السعودية، وقالت لي منحبك كتير ست، منحبها هيدي امنا واختنا وهيك، ورحت معها وهونيك تعرفت على صاحب المحطة. قلت له انا بي منه مالك ولا امير، شوف شو بعمل. تلفن لي قال لي تعب تلفزيون جيت على الطريق شفت وحدة اسمها أروما في، يلا طلعت لعندها قلت لها ليش هون؟ قالت لي انا هيك ورجعني بيي، لازم نرجع نحن العرب والمسلمين هيدي بلدنا ومطرح مش منيح، بس بيي رح ياخذ لي مطرح تاني. هوب اخذ له مطرح حتى النيو تي في. طلعت قلت لها تعي معي انا هون على التلفزيون، وجابت كل البضاعه كل شيء في عندها ساعه ونص على الهواء. ما حدا وقفني، ما حدا قال لي عم تعملي دعايه، اعطوني كل الحريه. بعدين قالوا لي بدي يشوفك المدير العام. طلعت قال لي عملتي دعاية يا مريم. قلت له شو يعني دعاية؟ ما بنسي. طلع فيي سكت، شوف اني بهري حمارة ما بعرف شو دعاية. بعد مدة عطاني مصاري، قلت له ليش هون؟ قال لي انت عم تشتغلي معنا. ما جيت اقبض، عندي محطة لإلي بأمريكا اسمها تشانل 8 بس سموها مريم نور. خبرتكم كيف كنت بالطيارة ومعي رجال ما حدا اهتم فيه، تيري كونغرس ما وسألني شو بتعملي وكنت معي كتاب وهيك خبرته. قال لي اعتبري انك انت قاعدة حد بوش، شو بتطلبي؟ ما قلت له بوش مش بتعشى عنا انا قاعدة مع فلان. قلت له إذاعة وتلفزيون، كانت الإذاعة والتلفزيون حد البيت بعد أسبوعين. قال لي اللي عم تعمليه أمريكا ما عم تعمله، عم تخدمي العالم. خبرته شو بعمل. وهيك جيت لهون، وبس طلعت على الجزيرة لمعت هالفكرة حول العالم وبلشوا يمضوا تشيكات. بتعطوني الحرية اللي عنديها على نيو تي في؟ لا. شو عملتوا بالإمارات؟ شو عملتوا؟ فتح بيوتكم وشفتوا إشارات كبيرة، شفتوا هالكتب كلها عندكم، ما قدرتوا تعملوا برنامج، ما رح اطلب منكم محطة، كل برامجكم منحطة. هبت هلا حمدي قنديل، تلفزيون إليك ومصر إليك والأم الدنيا. طبعا بس شايفني كيف قعدت 16-17 ساعة 20 ساعة ما تحركت، فايض من حوض لا حيض ولا غايب. التلفزيون إلها رح يكون هو وزير الإعلام، وقال لي لو ما أنا كنت ولو هلأ مت تأكد إنه بدنا إياك. ومبارح ما بقدر لكم مين كان سهران عندي بالبيت، إجا من مصر قال اطلبي لهم، وصار يتلفن لهم وأنا حكيهم ويتضحكوا حكي نكت من الزنار وطالع ونازل. قال لي كل التلفزيون كل الإعلام ونحن واللي بتريديه بمصر. شافوا إنه حقيقة هالمرأة عندها علم وعلم الشفاء من كل الأمراض. ما في أمراض يأخذ الإنسان هو المريض. I am the disease، أنا السرطان وأنا الإيدز وأنا السيدة وأنا الحبس وأنا الجهل، هو أنا بكل إنسان. كيف بتشيلون؟ هاي كبسة زر، تعرف حالك. وتعرف حالك؟ أنا بعرف حالي، جاهلة وما بفهم وحمارة ومع كل هالألقاب كلها وكلها فيني. سقراط قال مين أنا تم ما شوفها، قال بعرف إني ما بعرف.
فإذا كبسة زر بيجي السلام؟ نعم. ولكن طالما أنا نهر صغير وحدي بالصحراء بده ينشي، مثل ما قال سليمان الحكيم، أنت وأنا مع بعضنا، يلا يلا عصاي وحدة بتنكسر. ننتبه، كل ما أنا عم بسب فيك عم بسب بحالي، بس تنشهر بتسب بمريم نور وبفيروز و... يعني ما بدي الشهرة، أنا ما بيقول لي شي الشهرة بهرة، يعني رغوة صابون معيهم رح أقراهم لمين الألقاب والشهرة والمشاهير. كل هالحمير، شفت لك حمار بيطلب الشهرة؟ طبيعة أحلى يا خي الحمار، أخذ الشمس والقمر، شوفوا اللي بدنا ناخده معنا على القبر، شو أخدين، شو زودتنا هونيك الندم، شوفوا اللي ماتوا بتحبون، شوفون شو عم بيعملوا فيكم، اسمها ميرور جيزينج، فيك تشوفهم مثل يسارية الجبل. أنا شفت بي شو عم بيتعذب وأمي، وما بقدر لكم مين كان معي، مين فرجيني، قلت له هيدا بي، قال لي بيك بالدنيا، وبي كان رجل صالح يعني، قال لي هيدا عياته كلها هون هلا، مش بس الدورة. وأمي، قال لي لا هي مش أمك، أنت سميتيها أمك. لا تبني في الإسلام أعمالنا، قلت له أنت يعني ما فيك تعمل، قال لي لا. وصلت لمطرح قال لي مشي، قلت له هيدا نور، قال لي نور على نور، فيك تمشي على النور، فيك تمشي على المي، فيك تمشي على الإزاز، كله حقيقة. رابعة عملتها، قالتوا نحن مش أفضل من طيور السماء وسمك البحر، حسان كان يمشي على المي والمسيح وكله، داي فرجيك نور على نور، بس هيدي اخترق وما تحترق، حقيقة وموجودة بس ما نلتهي فيها، ألهانا التكاثر، عم بيجي من مجرات كتير ومن كواكب تانية وعم نشوفه انه عد معنا. اليوم بأمريكا قريبا ما بقى فيك تسافر وين ما كان، عملوها، شفتوا الصور، انا هلأ هون طرفة عين بفكني بكون بنيويورك، بس ما عم فيهم يلعبوا بالروح، عم بتفوت روح تانية بالجسد، احضروا ذا أومن، وقت اللي بيعملها محمد والمسيح والولي والنبي وكله غيرك انت وانا، انت عم تعملها بالعلم، العلم محدود، بتصير معك بطرفة عين. مرة كنت رايحة أول مرة على السعودية من نيويورك، بس قالوا دعاء السفر، ارتاح قلبي، قلت بدي أخبر كل الناس يحطوا بالطيارات، كنت قالت لي أنا أم إبراهيم، كنا ثلاثة تيل الطبقة ما تعش بقلولة، بعد شوي قلت لها أم إبراهيم بعدنا بنيويورك، قالت لي وصلنا على الرياض، بس أنت نمتي كل الطريق 13 ساعة نمت، قلت لها بيقولوا دعاء السفر هون، قلت لها بعدني عم بسبح، وطوي عنا بعده، كنت بالرياض وهيك فت على الأوتيل وإشارات كتير شفتها شوي، تلفنت لميتشو قال لي كيف تعملي وتشيليو، بس عرفت ليش اجت هالإشارات، إشارة بإشارة كل الأطفال بتشوف بس ما بنفهمون، كل الطبيعة الفارة بس بده يكون في هزة بتعرف، البقر، الحيوانات، الطيور، بس نحن ما بنعرف، نتطلع بالأوروسكوب، فروسكوب، ميسوسكوب، تيسوسكوب. هل وصلنا هالجهل؟ فإذا نتحرر من الجهل، نتحرر من هالحدود، لبنان هون وسوريا هون وفي زيح، يا خي مين حط هالزيح؟ تتذكروا البي عم يقرأ جريدة، ما قالوا جلادي اسمع ما عرفته وش عم تحكي، إجا ابنه دادي بدي ألعب معك، طلع بالجريدة لقى في خريطة العالم، خزقها قال له دادي fix this puzzle، لزقه thank you، مراح كيف بدي يلزق خريطة العالم، إجا وملزقها قال له كيف لزقتها، قال له دادي ما قدرت لزق الخريطة كله زيح زيح all lines، بين لبنان وسوريا في زيح، بين هي في زيح، بين بس فتحت ورقة لقيت وجه إنسان، so I fixed the man، بدي صلح الإنسان، بيتصلحوا الأكوان كلها،
ما إلي إلا نفسي ثم نفسي، ما فيني غير حدا. مش هيك وقت بتصيروا تفهموا بتصير بعزلة 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 بعزلة، بعدين القابض على الجمر وحدك. لحد هلأ مني وحدي، عندي الكتاب خير جليس وعندي صديق اثنين ثلاثة، بس حدا قدر اشتغل معهم بعد ما لقيت واحد اعمل انا وياه يعمل ويب. ما بيشوف الا ده، بدي يقبض، ده بدي ينطش، ده بدي يسرق، ده بدي هنا، ده بدي كذي. بدي انسان صاحب اخلاق صاحب فطره، ما موجودين. في واحد بعث له ايميل اليوم خلقان باستراليا، اهله وبيه وكلهم خلقانين بلبنان مدري وين وهيك. قلت له عندك هيك؟ قال لي ايه انا بعمل. وين بدك تروح؟ بدي اروح على الام العربيه. اول سؤال قد ايه بتدفعي؟ بعد شلوشنا عربيه تعطى ننظف الجذور، اذا ما نظفنا الجذور ما مننظف العطور. كل الجامعات اللي عشت معهم ممنوع دخول العرب والمسلمين، صرت افهم ليش بيعملوا هيك. بيراقبونا وقت اللي بتفوتوا على جامعات اوشو ميشو، بيراقبوك سنه اثنين ثلاثه اربعه. عندهم سينكروميتر، عندهم علوم، عندهم كبسه زر، بيراقبوا افكارك ونوييك. لانه شافوا مع حدا هيك من قلبه. مره بيبونا رحت اعمل مساج بالاشرم، حط ايده علي هالرجل اللي عم بيعمل لي المساج، قال لي لنا 40 سنه نحن 18 بنحبك تكوني معنا. حط ايده عريف. قلت له بس انا ما بقدر، يعني انبسطت كثير وفرحت واستكبرت يا لطيف خبرتهم. قال لي اجا خبرنا وهيك ميت شو كنا نص مليون نقاني بين كل نص مليون، كنا بامستردام هولندا. قال لي تيجي تعيشي معي وهيك فت واشياء كثير غريبه قال لي اياها وصارت وهيدا. قلت له ما بقدر لانه المركز اسمه ليف اند ليف بيسفولي. وقت اللي رحت انا وليس سركيس على اوروبا على فرنسا، قلت له تعال في مركز هونيك، هون كلهم فخامة الرئيس وألقابه، شيلونا تعا إنسان ما عرفت تعيش تعرف تموت. رحنا عبريس طلبتهم، هودي ناس نادرين بالعالم. قال لي ما عرفت تعيش بحياتي، عم بعرف موت معك يا مريم. يا رئيس جمهورية الوحيد. قلت له هو كلهم كذابين بيقول لك أنا بحبك وبحبك مثل خيي. تذكر قايين وهابيل يحبوا جايبتك مصريتك. موت ما عليك دين لا مادي ولا معنوي، موت ما في لك أثر بالدنيا أبدا، كلهم لا تملكه حتى تنفقه. بيقوم العرب في نفاق بس تنفقه، فتش على ناس بدهم حقيقة مساعدة ومساندة مادية. وقت اللي جيت من أمريكا كنت جنس ناس تك جنسية وانليميتد، روح الي مصاري وعمال. لا تقول له كذب. قلت له ما بدي حدا خلاص. وقت بلاقي انسان صادق السفاره دغري، اي سفاره بتقول لي قولي اي انسان. وقت كنت مره بدبي وبعني سياره الحاكم ومدري شو ومدري شو، فايت وطالع على التلفزيون وحطتني مدري وين بدي لكم. بس قلت له ما رح تتحمم عندك بهالاوتيل؟ قال لي لا. قلت له في 25 حنفيه بالحمام، بركي شي حنفيه فاتت في زق اللي شي زقه. ضحك انه قلت له شو هي؟ شو هالاوتيلات؟ كيف عندنا هيك؟ هالسيارات معه بيجي واحد قال لي ليك انا مستاجر سياره فقير بس عم تحكي بحبه كثير، صرت اطلع معه. انتبهوا مع مين عم تطلع مريم؟ قالوا له هي جنسيه بكندا وهيدي أول دفعة 100,000 دولار رحوا كندا. وفيت بهالعلم وهونيك مراكز كبيرة، وهلأ بيفوت للمساجين بيوقف الإدمان بكل الحبوسات بس دايناميك ميديتيشن بالتأمل. الحبيب قال تأمل ساعة خير من عبادة 70 عام. صار هلأ تأمل ساعة ما بقى موجودة، في قتل ساعة خير من إبادة 70 عام. كلنا عم نقتل بعضنا، إبادة للأمة العربية وإبادة للمسلمين. هذا اللي بده يعمله أوباما.
نقعد نقرأ يا أخوتي ونحبه هو وكل أعدائنا. هلأ عدو بكرة بصير صديق حميم. من دخل بيت أبي سفيان وهند استحي. ما منقدر نتخلص ونتحرر إلا بالرحمة مش بالرجمة. فإذن التحرير كل لحظة. بهالتحرير من هالجهل نغير الضمير وبيتغير المصير. مطرح ما بتوقف هيدا بيتك وهيدا بلدك وهيدا أرضك. أن ترى الله في كل شيء أينما توليتم. ما ننتمي إلى أي مذهب، إلى أي دين، إلى أي مذهب. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. قال له يا واقفا عند أبواب السلاطين، ارفق بنفسك من هم وتحزيني. إن كنت تطلب عزا لا فناء له فلا تقف عند أبواب السلاطين. خلصنا، ما بقى بدنا مسلطنين علينا. ما حد قاله حق يحط سلطته علي إلا إذا أنا ضعيفة وسمحت أن يكون ممسحة على بابك. أنا أتيت لأنك أنت مسيح. كلنا ممسوحين بالله مش بسر بالله. شو عملوا كل هالأمراء وهالخلفاء مدري شو الخليفة مدري إيش اللي عنده أعلى برج؟ شو عملتوا بهالأموال؟ سلاح؟ اغتصبنا أمن الأرض، هي ميل حرام، مرضنا كلنا، عملنا مستشفيات، بعدين في عنا عدو، اشترينا سلاح تنقتله. هيك عاشوا الخلفاء. كم أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبو بكر. هيك عاش عمر وعمر وعلي وعثمان. هيك عاش المسيح، هيك عاش بودا وكريشنا. أنا بستحي من حالي، بيتي أكبر من القبر. بتطلع بقول لا لا. فإذن كل واحد منا هو السائل والمسؤول، وإذا صدق السائل هلك المسؤول.